بس اليوم حنلعب فيفا، بس انا غلط بالعنوان. طبعا هو فايزني لسه، بس حاول نجيب الراس الريمونتادا زي ليفربول على فاول زي ليفربول على الريال. كيفن دي بروين، اش خايف يجيك تشكيلتي؟ هاي تشكيلتي، شوف القناظرة. عندي نيمار جبته امبارح، عندي بيدي، وهي نيمار، وهي هالاند، وهي ملار. بس اول اشي بدي ادخل بيلي هون بدل هذا مشان اقوى، ونيمار بدخله بعد ما يتعب بيلي. يوم انا اصلا بادئ المباراة وضدي تشكيلت ضد كثير قوية كثير، بس المهم لازم 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 احاول. كيفن دي بوين اسلخ، اوكي بعطي باصات، وقعني حكم. لا 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 ليفاندوسكي، شو متوقع؟ فتك نير، اوكي اسلخ، كفو، اطلع يا كيفن دي بروين، امسك يلا مشان دينك يسعد دينك، مشان دينك يسعد دينك. هذا اللاعب اقسم بالله انه نار، والله انه نار. مارتن كثير قوي الصراحة، كثير قوي والله مارتن. بفهم انه تشكيل دوري انجليزي الى الحارس، الى الحارس دوري ايطالي، مو ايطالي عفوا الماني، فبدي اجيب رودجر مشان نشبك معاه. استنى، ايوه حق الطابق الحقها، ايوه ادعس ادعس، ايوه انا داعس. اعمل عبد الله ميسي، يلا يا كهل اسلخ. الله على الريمونتادا هسه، يمكن تخيل مين يجيب الريمونتادا، انا ولا هو؟ مين يجيب الريمونتادا، انا ولا هو؟ مين يجيب الريمونتادا، انا ولا هو؟ تيم كهل والله انه نار نار، بالمراوغة بالديفندينج بكل اشي بدك اياه. الله والله راور راور وسقع، والله نار ما شاء الله. كهل طلع الفيزيكال 90، الدربلينج 92، يعني فوق كل شيء، فوق الواحد 91، كل شيء فوق الواحد 91. ايوه الريمونتادا، بابا احمر احمر، دست صح؟ والله دست يا اخوان، قصة. استنى خلينا نشوف، بس هي مستحيل تيجي، بس يعني الحياة تجارب. يا الله في 90 عارضة، اها بصراحة بصيبة كهيل، والله انا بعرف من اشاره بودري. ايوه ادعس ادعس، ايوه هاتي باص، اطلع بيلي 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 بيلي، ارفع يا بيلي، اسلخ يا بيلي، اح فقع وجهي فقع وجهي فقع. يعني ضمي ايش يعني دي بروين، يعني لو نزلنا الطابه شوي بديش جول يعني. طب هاي بتيجي جول سيدي بروين برايك؟ والله المفروض كورنر صح؟ لا اش كورنر زي ما كنت اتوقع. يلا يا بيليه، يلا يا بيليه، بيليه برايك بيلفها؟ ليش؟ خبطت في صاحبي يعني ليش نزالي؟ اعطي باص، ايوه ايوه تيرني باص باصي، كنتر سنتر الطاب، ايوه اعطي اسلخ. شو متوقع فان دايك؟ بيا كيفن دي بروين جاب عرضة في 90 لسا، ايوه اويل، ايوه كيفن دي بروين سلخت حاله. بس يلا يلعن الدفاع، شو 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 طلعها مش الا استنى، ايوه كفو، ايوه اسلخ يا بلال، يسعد دينك الريمونتادا الريمونتادا، وكان جايب علي جولين وانا صفر الريمونتادا. الله والله يا عمي بيلي، ايش متوقع بيلي 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 بيلي
يا الله بيلي والله اخذ اسيست من بودري كانه استحش دي بروين لو مسكها كان السحار صدها طلع في طلع دبلينج طلع الباسنج طلع الشوتينج طلع كل شيء عنده منيح بيلي كل شيء كل شيء احسن من الايكون الصراحه يعني اذا بيطلع بس احنا ناخذ الريمونتادا منهم شو لوك شو لوك شو لوك شو ناخذ اشفط الله عليك الله عليك يا كهل تطلع لحالك ولا تعطي باص انفرادي 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 ادعس يلا اخسخ تسلل كنت متوقع كنت متوقع بس كيف الصورة الجديدة مش زي اللي قبل كانت سودا ايوه لا انت انت اوكي اوكي هسه ماشي يلا يا شبيب سلخ اسلخ يا لما قد كهل يشوت هسه يلا قصدي بودري بودري بيدخل البلوز ببنطلونه هذا الشوتينج عنده شوي ضعيف بس يعني امرات الحظ بيضرب عنده كثير انه يشي نار شو اصلا النار الصراحه يعني انا بس بيطلع لي فان دايك العادي او فان دايك ال كيف دي بروين يلا طلع لي فان دايك كثير بيساعدني في التشكيل يعني انا محتاج الصراحه دفاع مني مو فان دايك لا انا ما بدي فان دايك ولا اشي بس بدي حارس اليسون يطلع لي كف باك يا الله يا زلمه كهل صح كهل كهل شعره مبين كهل صح كهل لا مو كهل ما حدا شاف كنت خلص انسوا يا شباب لو اجيب بس اليسون بزبط عندي انا حاط نوير لانه ما عندي حارس منيح اصلا نوير الريتنج معتمد عليه لانه 95 واصلا تشكيلتي الصراحه يعني انا ما بلعب كنت العب كيك اوف عندي فيفا فبعدين اشتغل عندي بعدين التيمت تيم دخلت عليه بديت العب فصارت عندي كثير منيح التشكيله طلع ليفندوكسي ليفندوكسي احنا جايبين 4 اقوال وكنا صفر كيف ما بعرف كيف جد والله ما بعرف اعطي 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 مين هذا ده عنده دخل مبابي اي منين جاب مبابي بس ما كان عنده اياه رابع ارفع يا محرز باسي 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 ايوه 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 بلي بلي تسلخش تسلخش انت خد طابي وبس تعال باسي 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 ايوه اسلخ باسي ايوه اسلخ وان دايك وان دايك اسلخ يا ريت سريع شوي هذا سرعته بالثمانينات ايوه بليه الله عليك يا نوير ما شاء الله بحف حرز اعطي انت المفروض ما تطلع من الجري بس يلا بتزبط معك اسلخ 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 اعطي مصاد ايوه دي بروين اسلخ لا يا الله دخل صلاح
brought in by De Bruyne. It hasn't come to very much. They're not giving him any breathing room. رجعت الماء رجعت من شرير الحجب مع ثاني عشان اكشفه. اوكي اسلخ انا استر لا ترمى يسل الله يقول له اجيت تجيب جول لا طلع بس كذب كذب مين هذا انا ما بشوفه يلا نقرا اسمه مين دخل غش كيف يا حبيبي اكلنا هوا اكلنا هوا وين اختفى تعال 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 اسلخ اس يلا يا اسلخ يا بل اسلخ شوفه شو هذا شو هذا اسلخ يا تلاقي سلفا لك تعوضها هسه بنت شوته اسس من ثاق سلفا اسس من ثاق فاول صح فاول كان ترني انتبه ترني ان شاء الله شو هذا حكيت لك والله اني كبس مربع ما زبط شكله ترني بعرفش يرفع امزح معك لا بابي بابي طلع الله عليك مولر ما شاء الله مولر ما شاء يلعن فضحنا او بابا 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 ما ليش دخل ما ليش دخل السيل انا بقرها اطلع ولك اطلع فدايك فدايك ايوه فدي ايوه براو الف لا ايش فاول صح يعني يسيب لي فاول ولا بردي هاي هاي يلا يا دي بروين ادعس ويجي حسب ياس يسعدينك يا كيفن دي بروين يسعدينك الله عليك ومحرز اصدقاء من يوم يومهم والله لو خلينا في ليه يوم يوم يا فشوت ابي ليه لازم 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 يعني دي بروين الا بمباراة يجيب جول قولكم لازم الا في يعني حارس يجيب جول شو رايكم نسويها يلا ايه وقع وجهي يلا يا حارس اطلع يلا ايش بهت يعني مع انه انا حخسر بس لا يمكن يا شباب بمزح معك بمزح معك خلاص ارجع على مركزه يلا تحدى كسه هلا طبي 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 اخ ايوه ايوه اوبا اوبا راخت فيه والله عليه فقع وجهي فقع اكس 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 الله عليك ينير والله دفاع هجوم كل شيء ينير كل شيء كل شيء كل شيء بس مركز حارس استنى ينير بمزح معك تعال محرز ايوه بليه بليه مستلمها انت استلام الدنيا يا بيلي قصة والله بيلي قصة يا شباب يا الله يا بيلي يا سلام يا الله يا بي شو ذكرت يا الله يا بيلي يا الله شو انك لعيب تعال يلا يا حبيبي كانسلو طالع هجوم ابلع لا بلنتي 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 ان شاء الله مش احمر تيرني صح كنت اتوقع كنت اتوقع كنت اتوقع اسمح خلينا عشان نركز على صوب هاي الجهه باذن الله ياس
يا عمار 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 يا بنزيمة يا قصدي عمك بنزيمة، بس باللعبة قصدي اللعب حمار، بس مش بنزيمة، بنزيمة عمك. طب اوكي بدك اياها هيك، خذها خذها مشان تعرف تصعب يا ابني شوي، انا حادلك اياها بالجميل. انا مين عندي ار دبليو؟ اه محرز. يلا ادعيس يا كبير. لا 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 حبيبي اهدى. ايوه ضربت اجره بس يلا. بلنتي ثاني مش احمر صح؟ احمر 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 احمر، لا مش احمر هذا ما عندي. اه هذا هذا الحيد اللي لازم نشوف هسه عندي شوتها شوتها هون كمان مره شرطوها يعني على نفس الجهه، بس يعني جاب جول. هسه بردلك اياها يا روحي. هسه 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 هس. طلع بنزيما ايش خلصت؟ فزنا 6-3. ولا القموا 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 القموا. في لي اكثر واحد عامل نشاط صدر مصاري يا غينين. ليش 500؟ والله لك شو بأدى أداء يعني مش لك شو يعني ما عملش شي صراحة، بس دفاع قوي لك شو. اوش خلينا بدي اشوف اللاعبين المصابين او الاشياء، يعني الا ما يكون في لاعب مصاب الصراحة يعني كذا ما كرفتونا. في لاعب مصاب او اشي؟ نوب. بس هلأ اقول لكم احسن انا بد راح شو اعمل، راح احول هذا لالبي الار بي عفوا يصير هنا. بعد ما يصير هنا بدي اجيب هنا روديجر مشان يشبك مع نوير اصفر مشان يكون مع حدا شابك نوير مشان هيك. طبعا هاي احتياطي والكيمستري عندي 100 والريتنج 93. بحتاج بدي ار بي منيح وبتكمل التشكيله خلاص. بس خلينا نشوف هذا ار ام. لا استغفر الله. لا من اللي بطلع منها اللي بطلع ليه بطلع. خلينا نشوف اذا في باكيجات اشي. في اوبجكتيفز. والله انا يا شباب جيت هون لقيت باكج زايد 75 افتحه طلع لي بليه بيك بونس. شو اكس بي صح؟ اسكت اتوقع. انا هون في كمان لسه في كمان يا رب يس. كمان شويه وبوصل لهذا واقدر اخذ السكنات. هسه هنا في باك خلينا نشوفه سيلفر برايم زي هيك. انا فتحته طلع لي بيلي يعني هيك في الحظ. والله اليوم طلع لي بيلي، لا امبارح عفوا. والله هيك الحظ فتحت بوف بيلي. اول شيء فتحته هيك خلاص خلينا نعمل سكيب شب شفته. يلا يا معفن 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 ولا ايش معفن. نشوف ايش بده يطلع لنا اول. من ده يطلع لنا. طب هذا مكرر ليه؟ ليه بتكرر يعني؟ هذا هذا والله كان عندي بس هذا بتحدي. طب شو دخلني؟ اوه هذا كام؟ هذا لو احطه سي بي بزبط؟ مو سي بي عفوا. روح على اللبي روح على اللبي يلا. خلص ما دامك عندي انت تروح حطك تحدي هسه بتشوف. استنى. راتك تعال نعمل تحديات تجريبية ونشوف ايش يطلع لنا. تخيل يطلع لنا هيك ميسي. نشوف اذا بقدر اصلا اعمل اني خلصت التحديات السهلين. شكلي هذا يمكن كنت اعمله بعدين ما زبط معي صح؟ يا حبيبي جبت جولد رير ما عنديش. تعال نجرب نفتح فوتيز بلاير بيك. لا فتيز فوتينج دي. يلا خلينا نجربها يلا نشوف ايش يطلب اول. فيست اون بلاير رير بلاير تيم مايلين يشتري ايش يعني فيست اون بلاير؟ المهم اللي بزبط معي حعمله، اللي بزبط معي حعمله. استنى 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 حتى الجولد بلاير بيك تعال نعمله. وين اي واحد كان هذا؟
هذا هو كامل اللي بده يطلب 6 بلاير بيك. اشترنا سيرج، لا مش هنا، هنا جولد رير سيرج. واحد لا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ياي معي ستة بس هيك سلفة مش حاطة طبعا. فأول شي حنروح هنا اد بلاير جولد رير. لا 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 ايش صار؟ علق. اهيا كجير هذا، حاولت احطه بتحدي بس بكر اني قد جولد رير. ليه بطلب كيمستري 30؟ سهل. سترايكر خلاص هيك بحس جبت ستة. خلاص خلي هذول، خلينا نحط هذا السي بي هنا هنا، ونحط هذا السترايكر هنا، بعدين نجيب هذا ال ام نحطه هنا، ونبدل بينه وبين هذا بشقع اخضر. يا سلام هيك خلصنا. بس قد ايه بده هون؟ هاي هون ايش نكم؟ واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة. قد ايه هو طالب؟ ستة. خلاص بس بلاير اللاعبين يكونوا هون. بشبك صح؟ لا ما بشبك. اي هو طب نحط سي بي زي عادي، سي بي معفن عادي بشوي. يا حبيبي ما عندي سي بي. صح بنحط جولد رير. يلا ححط اضعف اشي عادي، هو حيطلع نفتح الباكج وخلاص. استنى اضعف اشي حط هذا، يلا مش مهم. كبستي يطير هيك يعمل تيو. حط هذا بلاير كواليتي من جولد. ايش يعني من جولد؟ ايش يعني بلاير كواليتي؟ هاي حاط جولد، حاط 6 جولد. انا ايش يعني انا راح يشفي بلاير كواليتي من جولد؟ ايش يعني مينيمم جولد؟ يعني بدك لاعب جولد؟ والله مش فاهم. ادخل لاعب ترى اجيب لاعب جولد اول شيء. لا مش فاهم انا دخلت 76. احطه هنا. طب ايش يعني مش فاهم انا والله. طب ادخل الار ام هنا وانا عم كل شي صح. ايش يعني؟ طب انا شو ذنبي؟ ليه الكواليتي من جولد ايش يعني؟ والله من اقص ايدي تحدا فاهم. يلا المهم خلينا نطلع. اتمنى هيك كل وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا تعملوا لايك وشير سبسكرايب وشكرا و بيس اوت.